مشيت للمنطقة ديالي تريسية دربنا فين ترعرعت فين كبرت اللي خصكم تعرفوا 20 سنة ما تبدلت فيه ولا مسمار. هنا جات الفكرة على أنني اليوم ندير السياسة ونمارس السياسة باش على الأقل نعاون المنطقة ديالي ونعاون البلاصة فين ترعرعت. محمد بودريقة عضو المكتب السياسي تجمع الوطني الأحرار ومنسق إقليمي للفيدا مرسى السلطان المشهور. الأحرار لأنه حزب كيعطي فرصة للشباب فين يقدموا نفسهم، كيعطي فرصة للطاقات الواعدة على أنها تمارس السياسة. اليوم محمد بودريقة من الدريسية من مرسى السلطان المجلس الوطني عضو المكتب السياسي كنضم بين هادشي ما كاينش في حزب آخر. مدينة الضربة السالح حسن، أنا كنحس بالغيرة أنني كنكون في الرباط ولا كنكون في مدن أخرى، مدخل ديال مدينة الرباط بالنظافة بالتنظيم ما كاينش مدينة الدار البيضاء، وبالتالي الحاجة الوحيدة اللي كنأملها أنا أنني نشوف مدينة الدار البيضاء مدينة نظيفة. أول شيء هو شباب المنطقة، اليوم الحزب كيتكلم على مليون منصب شغل، إذن أول حاجة اللي نقدر نقدم للمنطقة ديالي هو مناصب شغل، لأن صراحة كنشوفوا شباب كيضيعوا، شباب اللي متخرجين، شباب اللي عندهم دبلومات ولكن ما كاينش الخدمة، حيت حنا كنعيشوا في الواقع ديالنا. كذلك ما نساوش الصحة، اليوم المواطن كيعاني في الصحة خصوصا في الإقليم عندنا في عمالة الفداء مرسى السلطان، سائل ديال دور الشباب، الفضاءات ديال الشباب فين يقدروا يفجروا الطاقات ديالهم. أولا الحزب محظوظ أننا عندنا رجل اللي قدم شيء كثير للوطن ديالو، ولكن حزبيا الحمد لله منذ قدوم الرئيس كنشوفوا التنظيمات موازية، كنشوفوا التنظيمات ديال الحزب المرأة الشباب، كنشوفوا الحزب واحد الدينامية كبيرة اللي ما كايناش بلاصة أخرى. خمس سنوات حنا كنشتغلوا بفضل طبيعة الحال المكتب السياسي بطبيعة رجالة ديال الحزب، ولكن الرئيس عنده يد كبيرة على أن الحزب استرجع المقومات ديالو. صراحة ما كاينش فرق بين تسيير الكرة وتسيير السياسة، غير هو انك تسيير فريق بحجم نادي الرجاء الرياضي بالنسبة لي هو صعب بكثير على انك تمارس السياسة ولا تدير السياسة ولا انك تكون عضو مكتب سياسي. اللي كاين هو ان السياسة انك تكون عندك علاقة مباشرة مع المواطنين، كتكون كتخدم المواطنين، كتشتغل مع المواطنين وعندك علاقة مباشرة. الرياضة شيء ثاني. الرسالة ديالي غتكون مباشرة لولاد دربنا، ولاد تريسية، ولاد حي فرح، ولاد درب ميلا، ولاد عين الشيفة، ولاد درب كبير، ولاد بوشنتوف، ولاد مرسى السلطان اون جينيرال، انكم تستاهلوا حسن واحد منكم ومعاكم، انه اليوم جينا حنا كحزب اننا نقدموا لكم الإضافة، اللي مهم هو انكم نتوما تكونوا معنا حنا نكونوا معاكم.